أهلا بكم في الموجز الأسبوعي لأبرز أخبار وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة. تتقدم وزارة الإعمار وعلى رأسها السيد الوزير بأحر التعازي إلى ذوي ضحايا فاجعة الحمدانية في محافظة نينوى، سائلين الله العلي القدير الرحمة والغفران للضحايا والشفاء العاجل للجرحى. ترأس وزير الإعمار الجلسة التاسعة لهيئة الرأي، إذ جرى التوجيه باستمرار تنفيذ المشاريع الخاصة بالوزارة والمدرجة ضمن البرنامج الحكومي، على الرغم من عدم وصول التخصيصات المالية وضمان عدم تأخرها، فضلاً عن استمرار الزيارات الميدانية لتلك المشاريع والوقوف على المعوقات التي تعيق إنجازها. إلى ذلك التقى السيد الوزير ممثلي البنك الدولي لبحث المشاريع المنفذة بتمويله ومناقشة المشاريع الجديدة التي من المتوقع تنفيذها مستقبلا واستكمال التعاون الناجح في إنجاز مشاريع مهمة كالجسري الرابع والخامس في مدينة الموصل. أنجزت الوزارة 98% من مشروع ماء السراجق والسلام في محافظة ديالى الذي يخدم 200 ألف نسمة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا رئيس دائرة المهندس المقيم المهندس عبد الستار جواد كاظم. مشروع ماء السلام سراجق المنصورية بطاقة 4000 متر مكعب بالساعة يخدم ناحية المنصورية وقراها وناحية دار السلام وقراها وقرية السراجق. نسبة الإنجاز الحالية 98.5%، من المؤمل إن شاء الله إنجازه خلال هذا الشهر، يخدم بحدود 200 ألف نسمة من أهالي الناحيتين المنصورية ودار السلام. ونبقى في ديالى، حيث تتخطى الوزارة نسب الإنجاز المخطط لها بمشروع مجاري بعقوبة الغربي التكميلي. ولتفاصيل أكثر بشأن المشروع ينضم إلينا المهندس المقيم حمزة حمد صالح. مشروع الأعمال التكميلية لمجاري بعقوبة الغربي من المشاريع الوزارة، تمت المباشرة بهذا المشروع بتاريخ 11/6/2023. نسبة الإنجاز الفعلي للمشروع 9.5، وهي أعلى من نسبة إنجاز المخطط. العمل حاليا يسير بوتيرة عالية، يتضمن العمل إنشاء محطة معالجة مع محطات رفع عدد 6 إضافة إلى شبكات مياه الأمطار والصرف الصحي. يتم العمل حاليا بموقع محطة المعالجة بإنشاء أحواض التهوية وأحواض الترسيب مع أحواض التدخين وأحواض التجفيف. مدة إنجاز المشروع 707 يوم. وإلى الجوار، حيث تشارف ملكات الوزارة إنجاز مجسر الدلة في محافظة صلاح الدين، وذلك بأعمال التأثيث وتخطيط الشوارع. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من دائرة المهندس المقيم المهندس عامر أحمد منديل. بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع مجسر الدلة في مدينة تكريت من مشاريع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة. نحن نشارف على إكمال الأعمال هذا المجسر خلال الأسبوعين القادمين إن شاء الله في مراحل النهائية، بتمثل بأعمال المتبقية من التبليط، ومن بعدها سنقوم بأعمال تخطيط الشوارع وأعمال التأثيث من ضمنها علامات الدلالة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، وبدورنا نثمن ونشكر السيد معالي الوزير وكذلك السيد المدير العام وكافة كوادر البلديات العامة مع الشكر. تواصل الوزارة أعمالها بإنجاز مشروع مجاري سامرة، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى أكثر من 82%. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا المهندس المقيم دريد صبيح صبري. أهلا وسهلا. بالنسبة لأعمال مشروع مجاري سامرة، الأعمال مستمرة في المشروع من حيث فقرات محطة المعالجة ومحطات الضخ وشبكات مياه الأمطار والمجاري الثقيلة. نسبة الإنجاز في المشروع وصلت 83.2%، ولا زالت جميع الأعمال إن شاء الله مستمرة وبتقدم نحو إنجاز المشروع بالكامل إن شاء الله.
في الختام تابعوا منصاتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الوزارة الإلكتروني الظاهري أسفل الشاشة. تقبلوا مني أطيب التحايا وإلى اللقاء.